نور الجاموس. لا جديد في قمة الفيصل والجزيرة، فالمتعة والإثارة عنوانها الدائم. كيف لا والأبواب مفتوحة على مصراعيها لجميع الاحتمالات، كيف لا والهدف المنشود يتلخص بالإبقاء على حظوظ الفريقين الضئيلة قائمة في المنافسة على اللقب. وهذه الاحتمالات بحث عنها الفيصل هجوميا كعادته منذ البداية، خاصة مع عودة مدربه المونتينيغريني بوشا لقيادة دفته. الفيصلي لم يخالف توقعات مدربه وجماهيره الحاضرة، فكان البولندي لوكاس عند حسن الظن بعدما وضع فريقه في المقدمة مع أول فرصة سانحة له. ردة فعل الجزيرة كانت حاضرة، ونية الانطلاق لتعديل الكفة طبقها لاعبوه على أكمل وجه، لولا تدخل الحارس يزيد أبو ليلى في حرمانه من ذلك، لتبدأ بعدها توجيهات المدربين. مونتينيغري يتطلع للتعزيز وتونسي يبحث عن التعديل، وهو ما كاد أن يحققه الفريقان، فتدخل أبو ليلى مجددا حرم الجزيرة من مراده، فيما القائم كان هو المتسبب في حرمان لوكاس من تسجيل ثاني أهدافه. في الثاني واصل الفيصلي على ذات المنوال الهجومي، خاصة مع عدم قدرة الجزيرة على تنظيم المرتدات بالشكل الأمثل، ومعه أراد المدرب التونسي شاب الليلي البحث عن حل آخر، وضلته وجدها مع العائد للجزيرة وهداف الموسم الماضي السوري مرديك مرديكيان، إلا أن هذا الحل بصم عليه مواطنه عدي جفال بكرة صاروخية يستحق عليها الإعادة. هدف التعادل كان واضح، كان واضح لعدي الجفال أن يكون في تعادل، كان واضح. فرصة اقتناص الهدف كانت مسعى المدربين، وخير سلاح لذلك رسمه الهجوم، فما إن أضاع الفيصلي واحدة حتى رد عليه الجزيرة بأخرى، وهذا الحال لم يدم طويلا بعدما أنهى مرديكيان هذا السجال وعلى مصير النقاط الثلاث بتوقيعه على ثاني الأهداف بطريقته الخاصة. نور الجاموس، صدى الملاعب. وهدفه.